السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم نشارك معكم طبق أكثر من رائع، طبق صيفي كيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتكملوه للآخر، وإلا عجبكم صديقتي فما تنسونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم الإيجابية والبارتاج. إلا كنتم جدد فمرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس. فغادي نبداو على بركة الله. فكناخد هنا ستر ديال الدجاج، كنقطع الشرائح صغارين على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، كميه على حسب الرغبه ديالكم. كنحتاج نص حامضه، غادي نحتاج ايضا السكينجبير، الخرقوم، الكمون، شويه ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، ثومه بودره، والابزار. فالكميه على حسب الكميه ديال الصدر ديال الدجاج كنديروا التتبيله، وغادي نضيف ايضا حتى الملح، ما حطيتوش مع التوابل، كندير واحد الكميه وكنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها وكنديرها لهاد الشرائح ديال الصدر ديال الدجاج. راه كيجيو رائعين بزاف، وكتجي النسمه ديالهم مختلفه بحال كتاكلوا الحوت، ما كيجيش نهائيا انكم كتاكلوا صدر ديال الدجاج. فضروري اننا نخليوه في هاد الخليط يتشرب مزيان. فهو اول حاجه غادي نديروها هي نديرو نشرملو هاد القطع ديال الصدر ديال الدجاج باش كيتنكهو مزيان وكيدخل فيهم هاد المزيج هذا. كيما لاحظتوا درت عصير الحامض ودرت زيت الزيتون، كندخل فيهم التتبيله مزيان وغادي نخليهم على جنب. انا غادي ناخذ الرز، في الكميه ديال الرز على حسب عدد الافراد. فكما لاحظتوا انا درت كاس وربع ديال الرز، كاس ديال العنبه، فهاد الكميه انا كتكفيني. فعلى حسب عدد الافراد ديالكم كنضيفوا الملح والماء وغادي نردو باش يتسلق. انا غادي ندوز باش غادي نوجد الصلصه. انا غادي نوجدو كما ذكرت معكم الصلصه اللي غترافق هاد الرز هذا. كندير نص كاس الحليب، نص كاس الزيت، ثلاثة ديال الفرماجات، الملح والابزار، واحد المعلقه او جوج معلقات ديال الخل على حسب الرغبه ديالكم. كندير داك نصف كاس ديال الحليب، كنضيف عليه الملحه والابزار، غادي نضيف ثلاثه القطع ديال الفرماج مثلث او مربع على حسب الرغبه ديالكم. غادي نضيف ايضا الخل، يمكن لكم ديروا معلقه حتى لجوج معلقات على حسب الحموضه اللي بغيتو. غادي نخلط الكل جيدا، ومن بعد غادي نبقى نضيف داك نصف كاس ديال الزيت بالتدريج بحال فاش كنبغيو نطلعوا المايونيز. فانا كنخلط وانا كنضيف داك الزيت تدريجيا حتى تتعقد ليا هاد الصوص. كما غادي تلاحظوا معايا كتجي واحد الصوص رائع بزاف ولذيذه، كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي عاقده وكيجي المذاق ديالها رائع بزاف. خديت انا جوج ديال الخيزويات قطعتهم هكا او حكيتهم في الحكاكه الغليظه، ايضا الفلفله الحمراء والخضراء قطعتهم هكا شرائح رقاقين، واحد الفلفله خضراء وحده حمراء. غادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي نصوت ديك الفلافل وغادي نخليهم يتشحروا. فكنشحروهم وكن ما كنفوتوش فيهم الطياب باش كيحافظوا على داك اللون ديالهم. من بعد كنزيدو عليهم داك خيزو، فكنخلي حتى تتنزل ليا شويه ديك الفلفله عاد باش كنضيف خيزو لانه هو في ساعه كيطيب لينا. كنضيف عليهم التوابل، الثومه بودره، عندي هنا شويه ديال القزبر اليابس، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، شويه الكمون، واحد ربع ضامه ديال البقري. وايضا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال الطماطم المركزه وشويه ديال الملح عاد باش غادي نضيف دوك التوابل اللي ذكرت معكم في الاول اللي معاهم ثومه بودره، اللي يمكن لكم تعوضوها بثوم فص، وانا كنفضل البودره في هذه الوصفه كيجي اكثر من رائع. وايضا القزبر اليابس، لاننا ما كنستعملوش القزبر اللي كيكون او المدنوس اللي كيكون طري، فكنستعملوا القزبر اليابس. كنخلط الكل وكنضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون دائما مع التتبيله، كنحرك تحريكه خفيفه وكتكون الخضار ديالنا واجده. كنضيف عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الخل، فهاد الفتره كنكون طفيت على النار عاد باش كنضيف الخل. هنا الرز ديالنا طاب وصفيناه، وكنبقى نضيفه بالتدريج على داك الخليط ديال الفلافل وخيزو. انا كنخلط، فسرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف، لان المراحل جد واضحه وسهله، ما كتحتاجش بزاف ديال انني نطول الفيديو. فكنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. فدائما كنبغي نشارك معكم كل ما هو سهل وبسيط وفي متناول الجميع.
فبقيت تنظيف داك الرز بالتدريج حتى خلطته وخليته على جنب. هنا اخر حاجه غادي نديروها ودوك القطع ديال الصدر ديال الدجاج كناخذهم وكندوزهم هكا في الدقيق الابيض الفورص. فكما ذكرت معكم في الاول المذاق ديالهم كيجي اكثر من رائع، كيجي بحال المذاق ديال السمك. فكندير واحد شويه ديال الزيت كما لاحظتوا كميه جد قليله من الزيت، كنشحر فيها او كنقلي فيها هذا القطع ديال الصدر ديال الدجاج، فكنخليهم حتى تيتحمروا ليا من واحد الجهه وكنقلبهم للجهه الثانيه. كيجي ديال المذاق ديالهم رائع بزاف بزاف. فكما لاحظتوا خليتهم اخر حاجه باش كيبقاو كيتشربوا ديك النسمه وديك التتبيله اللي درنا. فانا خديتهم بعد ما طابوا قطعتهم شرائح طوال على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. غادي نستعملوا ايضا المايس، كيجي في هذه الوصفه رائع بزاف. غادي ناخذ داك الرز اللي خلطته مع داك الخضر وكنضيف عليه داك المايس وكنخلط، كنخلطهم مزيان باش كيتوزع ليا مزيان في الطبق ديالي. ومن بعد ايضا غادي ناخذ داك الصدر ديال الدجاج وغادي نقسمه لنصفين، نصف غادي نخلطو هكا في الوسط والنصف غادي نخليه غادي نديرو من الفوق ديال الطبق. فكنخلط النصف ديال داك الصدر ديال الدجاج اللي قطعته شرائح، كنحاول انني نوزعو مزيان في الطبق ديالي. من بعد غادي ناخذ دوك القطع اللي خليت وغادي نحطهم هكا في الوجه ديال الطبق. فالزين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، يمكن لكم تخلطوا القطع كامله، فهذه كتبقى غير مساله اختياريه. والمذاق انا كناكد لكم بانه كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. فغادي نستمر هكا حتى تنسالي القطع كاملين. من بعد غادي ناخذ ديك الصلصه ديالي اللي حضرناها في الاول اللي درتها في كيس بلاستيكي وغادي نديرها على الوجه ديال الطبق. يمكن لكم تحطوها في الوجه ديال الطبق كيف ما يمكن لكم، ديروها هكا في طبيسلات وترافقوها مع الطبق ديالكم. فانا درتها هكا على الوجه وفي نفس الوقت حطيتها في طبيسلات ورافقتها مع الطبق، كتجي لذيذه لذيذه بزاف ما غاديش تشبعوا منها. فكيكون هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، طبق جد سهل وبسيط، كنتمنى انه يعجبكم ويرقكم. فإلا عجبكم صديقتي الطبق ديال اليوم فما تنساونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم الايجابيه ومن البارطاج الا كنتو جدد، فدائما كنرحب بكم مرحبا بكم. شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. شكرا لكم، دمتم بخير.